عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في حلقة جديدة. أنا أحمد الشيخ وأنت بتتفرج على المرحلة الثانية من دورة تعليم الكمبيوتر والإنترنت للمبتدئين المقدمة من سيفل إنجينيرينج كوميونيتي. وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعضينا النهاردة على موقع من أشهر مواقع الكورسات الأونلاين، ألا وهو موقع كورسيرا، وإن شاء الله هنتعلم مع بعضينا إزاي تقدر تاخد منه كورسات مجانية وشهادة معتمدة. وبصراحة في ناس كتير جدا عندها مشاكل في التعامل مع موقع كورسيرا والأبليكيشن بتاع كورسيرا، إن شاء الله بإذن الله هنحلها كلها مع بعضينا في الفيديو ده، وهنتعلم مع بعضينا إزاي نقدم على الدعم المالي وإزاي نقدر ناخد الشهادة من الجامعة اللي احنا بندرس فيها ومجانية تماما. خليني بس الأول أقول لك نبذة عن كورسيرا. كورسيرا هو ويب سايت عامل شراكة مع جامعات مختلفة على مستوى أنحاء العالم، واخد منها كورسز في جميع المجالات اللي أنت تتخيلها وبيقدمها للطلبة. طبعا الكورسز دي بفلوس، ولكن في حاجة اسمها الدعم المالي احنا بنبدأ نقدم عليه، والدعم المالي ده بيقعد 15 يوم عبل ما يتوافق عليه، وبعد كده بيتوافق عليه. معظم الدعم المالي ان شاء الله بيتوافق عليه يعني بإذن الله، وتقدر تاخد الكورس وتقدر تاخد الشهادة بتاعتك. معنى الكلام ده يا باشمهندس، لو انا مثلا قدمت على الدعم المالي واترفض، هل انا ما ينفعش اخد الكورس؟ لا، في الحقيقة انت ينفع تاخد الكورس عادي جدا، بس مش هتقدر تحصل على الشهادة غير ما تقدم على الدعم المالي. طبعا منصة كورسيرا فيها كورسات وفيها تخصصات، يعني انا مثلا ممكن ادخل تخصص معين، يعني انا مثلا في تراك معين عايز اتعلمه، ولكن عايز اتعلم برمجه، فانا ممكن ادخل تخصص برمجه كامل، اقعد ادرس على منصه كورسيرا سنه مثلا او سنتين، وادرس تخصصات ورا بعضها، يعني بخلص التخصص الاول او ليفل 1، بعد كده ليفل 2، ليفل 3، تمام. وبتدرس الحاجه دي من جامعات، يعني ممكن مثلا تدرس من كامبريدج، ممكن تدرس من اي جامعه انت عايزها، المحتوى اللي موجود فيها تقدر تدرسه عادي جدا على منصه كورسيرا، وتقدر تاخد الشهاده بتاعت التخصص ده من الجامعه اللي انت مقدم فيها عادي جدا وانت قاعد في بيتك. اهم حاجه بس ان انت يبقى عندك عزيمه واراده ان انت عايز تطور من نفسك وعايز تشتغل على نفسك وعايز تعلم نفسك. الحاجه الثانيه ان انت يبقى عندك كمبيوتر جميل وعندك وصله واي فاي، وبس كده يا معلم تقدر تتعلم اي حاجه حرفيا انت عايزها. خلينا كده نفتح مع بعضنا المتصفح بتاعنا ونشوف كورسيرا. انا كده فتحت جوجل كروم، فانا تعالى بس نحذف كلاس روم دي كده، وتعالى نكتب له هنا كورسيرا في السيرش، هو هتلاقيه ظهر عندي عشان كنت متسيرش عليه، فتضغط على كورسيرا. طبعا نفس الكلام ده انت ممكن تعمله في الموبايل بتاعك، وفي ابلكيشن اصلا اسمه كورسيرا انت ممكن تنزله وتتعامل معاه، بس انا شخصيا بحب اتعامل مع كورسيرا على الويب سايت بتاع اللابتوب عشان اعرف اتحكم في كل حاجه بدماغي، عشان اعرف اتحكم في كل حاجه بشكل دقيق شويه عن الابلكيشن، ممكن يبقى رخم شويه في بعض الخصائص مش بتظهر لك وهكذا يعني، فعشان كده انا بفضل اشتغل من على الويب سايت. فهتلاقي هنا اول حاجه ظهرت لك www.coursera، فهو ده كده الموقع الرسمي. لو انا جيت ضغطت عليه كده هيبدا يفتح معايا بالشكل ده على الاكونت بتاعي اللي هو احمد الشيخ. خليني بس كده ايه اطلع من الاعلانات دي كده، وتعالى نطلع من هنا ونعمل لوج اوت، وتعالى بقى اشرح لك ازاي بنعمل لوج ان. طبعا هنا عندك في حاجه اسمها اشتراك مجاني، وفي حاجه اسمها تسجيل دخول زي اي ويب سايت بقى. تسجيل الدخول ده لو انا عامل حساب قبل كده، يعني انا مثلا لو جيت ضغطت على تسجيل الدخول، بص هيقول لي دخل البريد الالكتروني والباسورد، ده كده البريد الالكتروني بتاعي والباسورد. طب انا عايز اغيره، ممكن تقول المتابعه باستخدام جوجل وتجيب اي ايميل عندك عادي وتخش بيه، تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايز اشترك جديد، عايز اعمل حساب جديد، فيقول لك يا باشا دخل اسمك، هتكتب الاسم بتاعك مثلا ليكن احمد مثلا، او ظهر لنا احمد خلف، او هكتب له احمد خلف، اكتب الاسم بتاعك بقى. الميل اللي هنا ممكن نكتب ميل، طبعا ده الميل القديم اللي انا عامل بيه اصلا، فانا مثلا عندي الميل التاني ده ممكن اعمل بيه، والباسورد انا ممكن ايه اكتب باسورد، يعني مثلا ممكن نشطب ده كده واكتب بقى اي انت باسورد انت عايزه يعني. كده انا كتبت الباسورد بتاعي، فاقول له يا باشا اشترك مجانا، هيقول لي تم التسجيل بنجاح على طول جدا مفيش اي مشكله، وانا كده دخلت على كورسيرا الحساب الجديد اللي هو احمد خلف ده، تمام. تعالى بس ايه يعني شويه بقى حاجات هنا بيقولها لك، بص ممكن تعمل سكيب للكلام ده كل ده، وهتلاقي هنا بقى عندك جوجل فتح لك ان انت لو عايز تحفظ كلمه السر وكلام من ده، تمام. تبدأ هنا تدخل الداتا بتاعتك، تعالى كده نعمل بس سكيب هنا، وتعالى ايه نطلع من هنا كده، وتعالى ايه نضغط كده كليك يمين. طبعا لو انت عايز تترجم الويب سايت عندك، فانت بتضغط كليك يمين كده وتقول له الترجمة الى العربية، تمام. طيب هو كده هو كده كده هو مترجم يعني، فخلاص هنشتغل عليه مترجم. لو انت عايزه مش مترجم عادي هتجيب الانجليزية، تمام، بس هو انا مش عارف، انا مش عايز اتعرف على اللغه الانجليزيه. طبعا انا بفضل ان انت تسجل بالميل، اشمعنى يا باشمهندس؟ عشان بيبعت لك اشعارات، كورسيرا بيبعت لك اشعارات كل فتره كده، تلاقي بعت لك ايه اشعار بمجال انت مهتم بيه، يعني انت مثلا سجلت كورس في الاتش ار، بعد كده سجلت كورس مثلا في البرمجه،
فتلاقيه كل فتره بيبعت لك اشعارات يقول لك والله في كورس جديد نزل على البرمجه، القي نظر عليه، في كورس كذا. فالاشعارات دي كويسه جدا جدا، فعشان كده بفضل ان انت تسجل بالميل، ما تسجلش مثلا بايميل فيسبوك او حاجه. وكمان انت اول ما عملت تسجيل دخول دلوقتي كده هتلاقيه هو جاب لك على الموبايل بتاعك او على الميل اللي انت شغال بيه مسج بيقول لك ان انت دخلت في كورسيرا ومرحبا بك وكلام الجميل ده كله ده. تمام. طيب لو انا جيت بصيت هنا، ده السيرش لو انا عايز ابحث على اي تراك انا عايزه ممكن ابحث عليه هنا. تمام. طيب خليني بس ابص هنا على الاستكشاف دي كده. فانت جيت وقفت عند الاستكشاف هنا هتلاقي بص جايب لك كل حاجه. تعالى بس نعمل دي ليس الان كده، عشان ايه؟ عشان نشوف كل حاجه قدامنا. هتلاقي كل المجالات اللي انت عايزها بقى، تكنولوجيا المعلومات الصحيه. بس يعني انا كل ما ايه، كل ما ببعد واقف على حاجه بيجيب لي حاجات تانيه. تمام. شايف الاسهم اللي جنب، الاسهم اللي هي اللي جنب علوم الكمبيوتر والصحيه والكلام ده، بيقول لك ان هنا بقى في كورسات كتيره جدا. ده كده بيبدا ايه، يوريك المجالات اللي موجوده. انا عايز اتسيرش على كورس معين، يعني مثلا لو جيت ضغطت هنا كده وعايز ايه، ابحث مثلا على حاجه بتتكلم على الاكسل مثلا. بص انا اول ما كتبت بس حرف الايه جاب لي اكسل، لو هضغط على الاكسل هيبدا بقى هنا يدخلني على كل الكورسات اللي موجوده في الاكسل. بيقول لك يا باشا ان انت عندك الاكسل النتيجه 552، يعني في 552 هنا. ده كورس ولا تخصص؟ هنعرف بقى مع بعضينا دلوقتي. تمام. طيب اول حاجه بيقول لك والله ان انت عندك هنا اكسل سكيل كذا كذا كذا، مقدمه من جامعه كذا، الكورس ده من جامعه كذا، وبيقول لك ان هو بيجنر وده تخصص. تمام. وبيقول لك ان انت هتدرسه من 3 ل 6 شهور، يعني انت هتقعد تدرس فيه 3 ل 6 شهور. لو انا جيت ضغطت عليه بس كده، عايز بقى اتصفح بقى اشوف جواه ايه، اول حاجه بيقول لي العنوان بتاع الكورس، الناس اللي كانت مسجله في الكورس 39246، التقييم بتاعه 4.9 من 10. على فكره ده تقييم عالي جدا جدا. سيبك بس من حته تسجل مجانا والمساعده الماليه المتاحه دي، هنشرحها دلوقتي. بس انا ايه، عايز الفت انتباهك لكام حاجه. اول حاجه بيقول لك ان انت هتاخد شهاده بعد ما تخلص الكورس. تمام. وبيقول لك ان جدول المواعيد مرن، وده مستوى مبتدئ جدا، وهتدرس 6 شهور. تمام. وبيقول لك الوتيره المقترحه 5 ساعات بس في الاسبوع. تعال بقى ركز معايا بقى هنا في اللغه بقى، بيقول لك ايه، ان الكورس ده موجود باللغات دي، انجليزيه وعربيه فرنسيه برتغاليه. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، انه معظم الكورسات، مش معظم، ده كل الكورسات اللي موجوده على كورسيرا هي مش باللغه العربيه، يعني هي مش بيتحدثون اللغه العربيه، ولكن هي مترجمه الى الايه، الى العربيه. يعني هو بيشرح انجليزي عادي جدا، بس بتلاقي فيه الترانسليت تحت كده ايه، مترجم اللغه العربيه زي المسلسل او الافلام اللي انت بتسمعها يعني. تمام. حاجه كويسه جدا، بتفهم الكورس عادي، ما فيش اي مشكله. وفي ناس اصلا بتسمع كورس انجليزي عادي، ما فيش اي مشكله خالص يعني. بس عادي لو انت عندك مشكله في اللغه، وده عادي ما فيش اي مشكله، مش عيب يعني. تمام. هتشغل الترانسليت. طب انا اصلا في كورسات مش هتلاقي فيها الترانسليت بتاع العربي ده، وهوريك ازاي بقى بنعرف الكورسات العربيه والكلام الجميل ده كله ده. ولكن ايه، احنا بنلف لفه كده مع بعضنا جوه الكورس، هتلاقي بقى هنا في نبذه مختصره عن الكورس، تقدر بقى الترجمة وتقدر تشوف كل حاجة عندك هنا حول الكورس. وبيقول لك ان الكورس ده كده المحاضرين اللي موجودين فيه، وبيقول لك كيف اعمل التخصص، وفي مشروع، وفي حاجات كويسة جدا جدا. وفي حاجة انا عايز اقولها لك برضو، ان الكورسات على كورسيرا هي كورسات اكاديمية، يعني بيغسلك جوه، بمعنى انت كده بتدرس في جامعة، بيعمل لك امتحانات تقيلة، بينفخك جوه حرفيا. لو انت من الاخر كده مش هتاخد شهاده من كورسيرا الا لو انت فعلا درست المجال ده كويس قوي. عشان كده في ناس كتير قوي بتتعقد من كورسيرا. ليه؟ لان هو عايز ياخد شهاده ويجري، هو اهم حاجه بالنسبه له انا خدت شهاده صباح الفل خلاص تمام. لا، هو مش اهم حاجه الشهاده، اهم حاجه انت بتعمل ايه بالمحتوى اللي انت بتاخده ده. عشان كده في ناس كتير قوي ما بتحبش الدراسه على كورسيرا، يقول لك يا عمي انا هاخد الشهاده وخلاص. تمام. وطبعا ده بخلاف كورسيرا عن يوديمي. يوديمي مش كورسات مقدمه من جامعات، لا، كورسات مقدمه من محاضرين. انا مثلا محاضر عملت كورس بروح اعطيه لاي حد وخلاص، وممكن اي حد يرفع اي كورس على يوديمي. تمام. بخلاف طبعا هنا كورسيرا، كورسيرا الكورسات دي مقدمه من جامعات حكوميه معتمده. تمام. يعني انت مثلا عندك في مصر مثلا جامعه زي جامعه القاهره بتقدم كورس مثلا في الاتش ار، تلاقيه على كورسيرا. طبعا يعني بسيبك من جامعه القاهره، نفس الكلام ده بقى طبقه في جامعات امريكيه، جامعات اسبانيه وغيرها. تمام. ده الفرق الشاسع طبعا ما بين كورسيرا ويوديمي، لان في يوديمي في ناس بتعمل اي كورس، فانا عملت اي كورس ورفعته وانت دخلت شفته، علمت بس على المحاضرات، خدت الشهاده وكده خلاص، كده انت خدت الشهاده من يوديمي. هنا بقى كورسيرا لا، انت عمرك ما هتاخد الشهاده الا وفعلا عديت الاختبارات، وبقى في اختبارات تقيله، اختبارات كويسه جدا. عشان كده انا عايزك اي كورس انت بتاخده من كورسيرا تهتم وانت بتاخده، تذاكر اكنك بتدرس في الكليه، ذاكر مذاكره كويسه جدا عشان الامتحانات بتاعته هتكون تقيله. طبعا نفس الكلام ده موجود في ادراك، بس اسئله ادراك مش صعبه قوي على ايه، على كورسيرا، بالاضافه ان ادراك السبيكرز بيتكلموا عربي بخلاف هنا في كورسيرا. طبعا احنا اتفقنا ان ده تخصص، فالتخصص ده فيه 4 كورسز من جوه. فيه كورسز اول حاجه بيبدا معاك على السكيلز اكسل للبيزنس، وبعد كده بيقول لك بقى في كورس كذا وكورس كذا وكورس كذا. كل كورس من الكورسات دي كلها انت لازم تقدم ليه على دعم مالي مختلف يعني. تمام. طيب
تعالى كده ايه، نرجع هنا معانا وتعالى بقى نشوف الحاجه الجميله جدا اللي هي الفلتر. الفلتر حاجه قويه جدا، عامله زي بتاعت يوديمي كده بالظبط. بيقول لك هنا المهارات بتاعتك، تقدر تختار اي حاجه، المستوى، ودي حاجه كويسه جدا. انا عايز اقول يا باشا انا عايز البيجنر، الحاجه البيجنر، وانا مش عايز تخصصات، انا عايز كورس معين. انا مثلا دلوقتي انا عايز كورس في الاكسل، والله كورس بس، مش عايز بقى ايه يعني، مش عايز تخصص. التخصص بقى بياخدك ايه، تدريجيه. فلو انت جيت بصيت هنا بيقول لك المده انت عايز تدرس قد ايه، اقل من ساعتين او من اسبوع لاربع اسابيع وهكذا. فهتلاقي هنا برنامج التعليم بيقول لك انت عايز دورات ولا عايز مشاريع او تخصصات. فاقول انا عايز دورات بس، يعني انا عايز كورس واحد بس. فهتلاقي هنا جاب لك بقى الايه، الدورات التدريبيه الخاصه بالاكسل، تمام. فهتلاقي عندك هنا ده مثلا ده بيجنر، تمام، وهتلاقي كاتب لك هنا فوق مجانا، تمام. وتقدر تدخل على اي كورس تشوف فيه شهاده ولا لا. مثلا لو دخلت على كورس الاكسل ده كده، هتلاقي بيقول لك اول حاجه الكورس ده المساعده الماليه متاحه فيه، وده ممكن تسجل فيه مجانا، وبيقول لك التقييم بتاعه كذا، تمام، ومسجل فيه 225. وتخش هنا بقى يقول لك اللغه الاسبانيه بس، ما فيهوش عربيه، خلي بالك، وفي شهاده اتمام وسبع ساعات الكورس ده، تمام. تعالى كده ايه، نرجع تاني، انا عايز بقى اجيب اللغه العربيه بتاعتي. لو انت جيت نزلت تحت كده يا باشا هتلاقي اللغات، تمام. فتعالى نضغط على اظهار المزيد، فهتلاقي عندك هنا بقى ايه، عايزين نشوف اللغه العربيه ايه موجوده كده. اقول له ايه، اقول له تطبيق اللغه العربيه، فهتلاقي هنا جايب لك بقى كل الكورسات الخاصه باللغه العربيه. يعني مثلا لو جيت دخلت على ده كده، فهتلاقي الكورس ده واخد تقييم 4.7، مسجل فيه 2600، تمام، وفي شهاده، وبيقول لك بقى الدورة كذا والمستوى كذا و25 ساعة. هتلاقي بقى نبذة عن المحاضر، وهو مقدم من جامعة ايه، تمام. وهتلاقي بقى هنا ايه الدورة، ولو في حاجات متعلقة بيها. حلو الكلام. طيب انا بقى دلوقتي عايز بقى ايه، عايز ادخل اتصفح الدورة دي واشوف ايه المحتويات اللي فيها. اول حاجة احنا عندنا اوبشن، اول اوبشن ان انت ممكن تضغط على سجل مجاني دي كده. فلو انت جيت ضغطت عليها كده هتلاقي بيقول لك ايه يا باشا، بيقول لك ايه، بيقول لك انت عندك هنا التجربه هنا لمده 7 ايام، وهتدفع 49 دولار. يعني الدوره دي ب 49 دولار. لو انت عايز تدفع وتاخد الكورسات مدفوعه، تمام، مفيش اي مشكله خالص. هتقول له يا باشا هبدا النسخه التجريبيه 7 ايام، وبعد كده هتدفع الفلوس وتكمل الكورس. في واحد تاني لا، يقول لك ايه، انا اقول لك هعمل مراجعه، تمام. خلينا بس كده، احنا عايزين نترجم للغه الانجليزيه كده، بس انا مش عارف، هو مش راضي يتعرف على اللغه الانجليزيه ليه. اقول له اختار لغه اخرى، العربيه، نقول له الانجليزيه، اي بالظبط كده، اقول له ترجمه، فيبدا. بص بالظبط كده، هو حول لي بقى هنا الويب سايت بتاعي للغه الانجليزيه. طبعا انت تقدر تغيره ايه للغه العربيه تاني، تمام. لو انت جيت تحت كده عملت ريفيو، لو انت جيت ضغطت على ريفيو هيبدا يدخلك على الكورس. بص انا لو جيت عملت كده ريفيو هيبدا، بص بيحمل معايا بس عشان الانترنت عندي انا فيه مشكله، بيبدا بص دخلني على الكورس اهو. اقدر اتصفح اي حاجه في الكورس، بس مفيش امتحانات هتتفتح ليك ومفيش شهاده تقدر تاخدها. بص بقى يا معلم، اول حاجه بيقول لك انت عندك الاسبوع الاول هتدرس فيه، عندك فيديو 1 دقيقة، فيديو 6 دقيقة، وده العنوان بتاعه ذا باور اوف مايكروسوفت اكسل. تقدر تضغط عليه، وخلي بالك بص قدام الكتاب، اللي قدام الكتاب ده كده قراءة، تقرأ بس، تمام. ده فيديو عادي، لو انت جيت ضغطت عليه كده بيبدأ يفتح لك الفيديو عادي جدا، تمام. احنا متفقين ان الفيديو ده باللغة العربية، لو انا جيت ضغطت عليه كده هيبدأ يشتغل عادي اهو، تمام. هتلاقي عندك هنا دي كده الايه، دي كده الترجمة، انت عايز بأنهي لغة. لو انا جيت ضغطت عليها بس كده، اقول له يا باشا انا عايز اللغة العربية، العربية موجودة هنا اهي، تمام. فهتقول له بص كده هيبدأ يشتغل. Hi there and welcome to Everyday ترانسليت موجود عندك تحت. وتقدر بقى هنا من الإعدادات بقى ايه، تقدر تسرع، تقدر الكواليتي بتاعتك تظبطها زي أي فيديو، يعني تقدر تكبر الشاشة كده زي ما أنت شايف الشكل ده كده، تمام. هتخلص ده تخش على اللي بعديه، تخلص ده تخش على اللي بعديه، هتلاقي عندك هنا على الشمال بيقول لك أنت خلصت إيه. يعني أنا مثلا لو جيت هنا كده My name is نهاية الفيديو ده كده، تمام، بص عمل لي ايه، عمل لي هنا علامة صحة، بيقول لك انت اكملت الفيديو ده. نفس الكلام هتلاقي بقى في الاخر، بص تحت بيقول لك الاختبار، الاختبار ده هتلاقيه مقفول. طب ليه مقفول؟ عشان انا مش شاري الكورس. طب ايه اللي بينوب عن شراء الكورس؟ ان انا اقدم على الدعم المالي. يعني انا دلوقتي لو قدمت على الدعم المالي يبقى انا كده ايه، اكني شريت الكورس، تمام. طيب فانا دلوقتي بعمل مراجعه للكورس، معنى الكلام ده ان انا اي كورس على كورسيرا اقدر اعمل له مراجعه، او انت تقدر تعمل له مراجعه وتقدر تستفيد بالمحتوى اللي موجود فيه من غير ما تاخد الشهاده عادي. في واحد يقول لك يا باشا ما تفرقش معايا الشهادات، انا اهم حاجه الكونتنت الموجود جوه الكورس عايز استفيد بيه، تمام. طيب تعالى بقى كده ايه، نرجع تاني مع بعضينا هنا كده، تعالى نرجع كمان كده، عايز بس اوصل لك حاجه. انا دلوقتي عملت ايه، انا دلوقتي عملت ريفيجن للكورس، يعني دخلت الكورس شفت ايه، شفت الحاجات اللي موجوده فيه، تمام. تعالى ايه، تعالى نجيبه من هنا تاني، وهو تقريبا كان الكورس ده كده. فعايز بس اوصل لك معلومه ان انا دلوقتي ايه،
لو انا جيت هنا كده بيقول لي انتقل الى الدوره التدريبيه، معنى الكلام ده ان انا سجلت في الدوره دي والدوره دي اصلا موجوده في الحساب بتاعي. انا لو جيت هنا عند احمد خلف كده ضغطت عليه هتلاقي بيقول لك ايه دوراتي التدريبيه او الماي كورسز يعني، تمام عندك تمام لو انت انجليزي يعني. هتخش على دوراتي التدريبيه دي هتلاقي الكورس ده موجود جوه. حلو الكلام. انا بقى دلوقتي هنا انتقلت للدوره التدريبيه. انا بقى دلوقتي وفي حته مهمه جدا جدا عايزين نعرفها مع بعضينا. لو انت جيت بصيت عندك هنا تحت كده هتلاقي في حاجه اسمها المساعده الماليه. المساعده الماليه دي يا معلم انت بتقدمها وبتقعد 15 يوم عشان ايه؟ عشان تتقبل. انا بقى دلوقتي عندي كورس اكسل عايز اخده ورحت جيت قدمت على الدعم المالي، فالدعم المالي لسه هيقعد 15 يوم. طب انا لسه هستنى 15 يوم؟ ما 15 يوم ده هستناه وانا نسيت اصلا كنت بقدم في كورس ايه، ودي مشكله. خلاص انا ممكن اعمل ريفيجن للدوره وادرسها كامله، واول ما الدعم المالي يتقبل يبقى انا ايه خلصت اصلا الدوره في ال 15 يوم. اول ما الدعم المالي بتاعي يتقبل على طول اروح انا داخل اعمل ايه؟ امتحن الامتحانات بتاعتي واخد الشهاده. بس هنا طبعا ايه هتتوقف على هل انت فاكر الكونتنت اللي انت درسته من اسبوع ولا لا، تمام؟ ودي ممكن لو انت من الناس اللي بتكتب نوتس او بتكتب ملاحظات، او لو هو برنامج تطبيقي زي اكسل فانت هتبقى فاهم كل حاجه فيه فتقدر تجاوب على الاختبارات عادي جدا. لكن لو انت بتدرس تخصص مثلا ايه محتوى يعني تاريخ مثلا او حاجه كده ايه حاجه يعني حاجه اكاديميه اللي هو انت في معلومات ممكن تنساها، تعريفات معينه ممكن تنساها، بيجيب لك حاجات ام سي كيو من وسط السطور ومن وسط القراءه، فاهم يعني؟ انت اكنك بتدرس كونتنت بقى ايه كونتنت مقروء مش كونتنت عملي زي الاكسل والباوربوينت والكلام ده. حلو الكلام. طيب انا بقى ازاي اقدم على الدعم المالي؟ لو انا جيت ضغطت على المساعده الماليه دي كده هقول له هنا المتابعه للتطبيق، تمام؟ فيبدا هنا يدخلني على التطبيق بتاع المساعده الماليه. هنا بتعمل ايه بقى يا معلم؟ هو هنا بتقول له ان انا مش هقدر اخد الكورس ده بفلوس عشان انا معيش فلوس وكده وبتاع وكلام من ده، تمام؟ فهو عارفين اللوكيشن بتاعك ان انت في مصر، يعني هم عارفين ان مصر وكده يعني ايه من الدول الناميه، بيحاولوا ان هم ايه ان هم يوفروا لهم الحاجات دي فري يعني، تمام؟ طيب فطبعا الدعم المالي مش موجود في كل الدول، يعني في دول ما عندهاش حاجه اسمها الدعم المالي اصلا، تمام؟ فبيقول لك اخبرنا عن نفسك، هتقول له اختار بقى هنا اي حاجه، بيقول لك المستوى التعليمي بتاعك ايه؟ اختار اي حاجه مثلا، ممكن اختار الشهاده الجامعيه، ما دخلك الثانوي، ممكن تكتب اي رقم هنا، ممكن اكتب له 2 مثلا ولا حاجه، حالتك الوظيفيه طالب مثلا، ستودنت طالب. وهنا بقى سؤال مهم جدا 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 جدا، بيقول لك لماذا تتقدم بالطلب للحصول على المساعده الماليه؟ انا ليه بقى بعمل الكلام ده؟ هنا اجابه السؤال ده هتلاقي ان انا سايبه لك في الريسورسز ان شاء الله. هو ده السؤال الاول، بتقول له انا طالب من مصر فقير غلبان ما معيش فلوس وشويه كلام كده يعني ايه، هو دي الاجابه بتاعتهم، هتاخدهم كوبي تروح حاططهم بيست، تمام؟ وبعد كده يا باشا طبعا هي كلمه التالي ما كانتش مفتوحه معانا عشان ايه؟ عشان احنا ما اخترناش العمله اللي احنا هندخل بيها، يعني مثلا ممكن تختار له اي عمله من هنا بقول له 2 دولار مثلا ولا حاجه، فانا قلت له ايه دخلي سنوي 2 دولار، قال لي التالي، فضغطت على التالي بيقول لك انت اللي تقدر تدفعه للحصول على الدوره التدريبيه المحدده. اقول له ايه؟ اقول له مثلا 1 دولار مثلا، او ممكن اقول له 0 دولار مثلا، مفيش اي مشكله، ممكن ادخل اي رقم يعني اقول له 1، تمام؟ طيب بيقول لك كيف الدوره دي هتساعدك ازاي تحقق الاهداف بتاعتك؟ ده السؤال بقى الثاني مهم جدا، الاجابه بتاعته برده هتاخده ايه؟ هتاخده كوبي من هنا كده، تمام؟ تعال نحدده كده كوبي او كنترول سي، يعني عارف ان انت بقيت راجل جامد دلوقتي بقى في الويندوز يعني. فاقول له هنا ايه بيست كده يا باشا، وبعد كده اقول له يا باشا انا موافق على كل حاجه انت عايزها، تمام؟ طيب لازم بقى احول لغه الويب سايت، فانا حولت لغه الويب سايت بتاعي عشان اخليها باللغه الانجليزيه عشان تبقى اسهل ليا. الجمله دي كده انا لازم ادخلها زي ما هي بالنص كده، تمام؟ يعني كل الحروف هنا كابيتال تبقى هنا كابيتال، هنا سمول تبقى هنا سمول، وخلي بالك ما تاخدش مسافه بعد كلمه اباف. بص انا اول ما خدت المسافه بعد كلمه اباف قال لي ايه؟ قال لي ان هنا في تدقيق لغوي انت عامله غلط، تمام؟ فهعمل كده بيك سبيس، تمام؟ فكده ايه الدنيا زي الفل، مش عامل لي اي علامات تعجب، يبقى انا تمام. هقول له انا مش روبوت، تمام؟ وخلي بالك ان وانت الجمله يبقى بالترتيب ده، يعني انت مثلا ممكن تعمل ترجمه من الويب سايت العربي الى الويب سايت الانجليزي وتلاقي الترتيب بتاعك بتاع الجمله دي كده اللي هو اي اجري تو ذا تيرمز اباف، الكلام ده كل ده ممكن تلاقيه اتغير، وده كان حصل معايا. يعني هتلاقي جايب لك ايه اي اجري تو ذا اباف تيرمز، يعني هو ايه الترانسليت هنا غيرها، فانت خليك على اللغه بتاعت الويب سايت افضل. الجمله بالنص ده كده، تمام؟ هتلاقي عندك هنا بقى كتب لك ريفيو، فهتقول له يا باشا كده تمام، اقول له انا مش عايز اعمل اي اديت هنا على اي حاجه خالص يا باشا، اقول له ايه سبميت ابلكيشن، فهتلاقي جايب لي هنا بيقول لك ان انت هنا خلاص كده التقديم بتاعك بتاع الدعم المالي نجح، وهرد عليك بعد 15 يوم في 17 اغسطس 2022. طبعا لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي كام؟ 8، فهو بيقعد 15 يوم، عشان كده قلت لك ايه ان انت ينفع في ال 15 يوم دي تقدر تتصفح اي حاجه. وهتلاقي عندك بقى رساله على الميل بتاعك اللي انت مسجل بيه
هتلاقي جات لك رساله بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت قدمت على الدعم المالي الخاص بالكورس كذا، وكمان مش بيقول لك كده، بيقول لك ان احنا هنبعت لك على نفس الميل ده اول ما الدعم المالي يتقبل. فانت اول ما الدعم المالي بتاعك يتقبل هيجي لك بقى على يوم 17 كده ان شاء الله، يجي يقول لك ايه، يقول لك كونجراتيوليشن كذا 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 كذا، تمام، وتقدر بقى تخش في الكورس وتقدر ايه تاخد الشهاده اللي انت عايزها. طيب لو انا جيت بصيت هنا كده هتلاقي بيقول لك ايه ماي كورسز، البروفايل بتاعك. لو انا جيت ضغطت على البروفايل كده هتلاقي بقى هنا ايه جايب لك شويه معلومات على البروفايل، وتلاقي بيقول لك هنا شويه حاجات انا حققتها، اتشيفمنتس يعني الانجازات اللي انت عملتها، هتلاقي موجوده هنا برضه تقريبا. لو جيت ضغطت هنا هتلاقي عندك هنا الاكومبليشمنتس اللي هي الانجازات بتاعتك، الابديتس دي لو انت عندك كورس كنت شغال فيه وحصل له اي تحديثات او حاجه. طبعا ده الهيلب سنتر لو انت عايز تكلم المساعده بتاعت كورسيرو يعني. طبعا اللوج اوت انت عارفه، السيتنجز الاعدادات بتاع الحساب بتاعك، هنا الماي كورسز الكورسز بتاعتك. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس خلصت كورس وعايز اخد الشهاده بتاعتي، لو انت جيت دخلت هنا كده هيبدا بقى يجيب لك ايه الكورسز اللي انت مخلصها، يعني ده كده الحساب بتاعي الاكونت بتاعي انا مخلص فيه مثلا السكسسفولي بريزنتيشن والرايت بروفيشنال ايميل، تمام. لو انا جيت مثلا ضغطت على اي واحد فيهم هنا هتلاقيه بيقول لك ايه، بيقول لك ان انت عندك 91% الحاجات اللي انت خلصتها، هنا 100%. والسؤال بقى اللي اكيد هتيجي تساله، تقول لي يا باشمهندس طب هنا 91.4 وهنا 100%، ازاي انت هنا ينفع تاخد شهاده؟ يعني مثلا لو جيت ضغطت على ده كده هتلاقيه هنا مطلع لي شهاده اهو، تمام. ولو انا جيت رجعت هنا ورا شويه كده فهتلاقي ايه، هتلاقي ان في كورس مكتمله 100% وطلع لك شهاده. هي الفكره كلها ان انت بتتقيم هنا بنظام عامل زي الايه اللي احنا بنقيمك بيه في سي اي سي، اللي هو نظام الكي بي ايز. يعني انت في حاجات معينه لازم انت تخلصها، لو انت خلصتها بتاخد الشهاده عادي جدا جدا، تمام. ففي حاجات بتبقى موجوده جوه الكورسز دي اختياريه، يعني انت هتلاقي كده جنب الحلقه دي مكتوب كده او جنب الكتاب اللي انت هتقراه مكتوب جنبيه كده اختياري، يعني انت ينفع تقراه او ينفع تشوفه وينفع ما تعملوش، وهتلاقي في امتحانات اختياريه ينفع تعملها وينفع ما تعملهاش عادي جدا، مش هتاثر على الشهاده بتاعتك. لو انا جيت مثلا ضغطت عليه كده هيبدا يفتح معايا بالشكل ده كده، وهتلاقي جايب لك هنا الشهاده. اي كورس طبعا انت هتخلصه هتلاقيه موجود عندك هنا في القائمه دي. هتلاقي عندك هنا بقى بيقول لك الكورس والشهاده من الجامعه كذا، واللوجو بتاع كورسيرا موجود، تقدر تعمل لها داونلود وتقدر تعمل لها شير، تمام. طبعا لو انت جيت دخلت على اي كورس، يعني مثلا لو جيت دخلت هنا على احمد كده وجيت جبت الماي كورسز اللي موجود عندي، انت مش هتستغرق الشهاده غير اما ايه، غير اما تعمل الامتحانات بتاعتك او تعدي نسبه معينه في الكورس بتاعك. يعني مثلا ممكن نضغط هنا، بس الانترنت فيه مشكله على الانبروجريس، هتلاقي دي كده كورسات انا كنت حاجزها بس ما خلصتش فيها حاجه، تمام. يعني مثلا لو جيت دخلت هنا على التيم وورك كده كده، وخلي بالك ان في كورسز بتبقى مطلوبه منك مشاريع، ان انت تعمل مشاريع وفي ناس بتقيمك على المشاريع ده وكده. يعني انا مثلا ممكن اشتغل على كورس ويطلب مني مشروع معين، والمشروع ده ان انا لازم أنا اعمله باتقان عشان انت مش تاخد الشهاده غير اما في ناس تقيمك. يعني ايه ناس تقيمك بقى؟ انت بتاخد المشروع ده بترفعه على المنصه، حلو الكلام، وبعد ما بترفعه على المنصه في ناس موجودين هناك بياخدوا الكورس زيك كده، ناس من اي دوله مختلفه، يعني ممكن واحد يبقى مصري واحد صيني واحد سوداني، بياخد ايه، بياخد نفس الكورس ده، وانت رفعت المشروع فهو بيبدا يدخل على المشروع بتاعك يقراه ويشوفه ويقيمك، تمام. ممكن يديك تقييم سيء، لو انت اخدت تقييمات سيئه للاسف المشروع بتاعك بيترفض وتعيده تاني، لكن لو انت اخدت تقييمات كويسه وانت عامل مشروع محترم فعادي هيتقبل والدنيا تمام زي الفل. يعني ده كده تقدر بقى تتصفح المساق بتاعك بتاع الكورس يعني وكده. يعتبر كده انا شرحت لك كل حاجه في منصه كورسيرا. لو انت جيت ضغطت بقى على البروفايل هتلاقي برده في شويه بقى حاجات ايه، انت منين وبتدرس فين وكلام كده، تقدر ايه، تقدر انت تعمله سهل جدا وبسيط. وكده نكون ايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى تكون سهله وبسيطه. شكرا للمشاهده وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.